معقول طريق دولي من طريق دهر البيدر نوصل لوقت ممكن تنقطع وينفصل البقاع عن بيروت. الحديث انه العواصف تؤدي ببعض الاحيان الى انشقاقات في الطرقات وكوارث طبيعيه امر صحيح، لكن في بلد مثل لبنان ليست وحدها المسؤوله، فالاسباب تعددت لحصولها من غياب الصيانه وعدم صرف الاموال اللازمه على السلامه المروريه. طبعا وضع الطرقات مزري قبل العواصف ولاسباب كثيره. من سنين لبنان بيعاني من مشاكل الحفر يلي بتسبب احيان كثير بتسبب ضحايا، حفره على الطريق خاصة على الطرقات السريعة بسبب ضحايا، يعني معقول طريق دولي من طريق دهر البيدر نوصل لوقت ممكن تنقطع وينفصل البقاع عن بيروت، في طرقات بديلة بس منها سهلة. بعد مطالبة اليازا المجلس الأعلى للسلامة المرورية للانعقاد للبحث في صيانة الطرقات الدولية، ماذا كان الرد؟ بالحكومة هلأ إجمالاً حتى بالأيام الماضية بس كنا نطلب منهم، كانوا يتحججوا بكتير إشياء إنه ما بيقدروا يعملوا إصلاحات وبيختلفوا بين بعضهم وبيعملوا زبائنية وبيعملوا فساد ومحسوبيات وأموال مهدورة، ولكن هلأ كل ما تحكي مع حدا بيقول لك ما في مصاري. اتهام مباشر للمسؤولين اللي توالوا عصدة المسؤولية واللي أوصلوا وضع الطرقات إلى هذا الحد وصرف الأموال بخدمة المحسوبيات لا سلامة الشعب. اتهمنا ونتهم كل المنظومة السياسية بلبنان اللي وصلتنا لهون، في طرقات تزفتت عدة مرات بالوقت اللي كنا ننادي ونناشد نعمل جسر مشاة حد جامعة. في عبارة غريبة عجيبة بلبنان اسمه الزفت الانتخابي، عبارة وقحة. كيف يعني الزفت الانتخابي؟ انه هيدا عم تنصرف المصاري لحتى النواب يربحوا اصوات بالوقت اللي نحن بدنا نربح ناس يكفوا حياتهم، شباب ماتوا واستشهدوا على الطرقات. بعد كل كارثة مرورية تقع وبروح نتيجتها ضحايا بتتلملم وعفى الله عن ما مضى، ولكن إلى متى ستبقى هذه العقلية عند المسؤولين لا أحد يعلم.